Oui. مشاهدي مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم. حيث تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المهدية صباح اليوم الاثنين فاتح غشتل جاري من توقية 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 25 سنة، وذلك الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة. وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى شاطئ المحمية الطبيعية سيدي بوغابة بضواحي مدينة القنيطرة، ومكنت من ضبط المرشحين الخمسة للهجرة غير المشروعة، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية الهجرة السرية عبر المسالك البحرية. عملية البحث والتفتيش المنجزة بعين المكان وبغابة مجاورة أسفرت عن ضبط زورق مطاطي وثلاث أكياس هوائية ومحرك بحري، علاوة على 7 سترات للنجاة و6 حاويات تضم كمية من وقود البنزين المستعمل في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة التي ما بدأت تقوم بها المصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، الأخ يوسف تيقول لنا أشهد الروينة خويا الطريق مروانة. أما إحنا هذا بلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصا كيف ما شاهدتوا معنا توقيف 5 ديال الأشخاص الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروع. احنا كنعرفوا ان الهجرة السرية شي حاجة غير مقبولة، والله يهدي هاد الشباب اللي كيبقاو يجرو هاد الامور هادي. يعني نعاودو نقراو مرة اخرى بالنسبة للناس اللي يلاه التحقوا بهاد المباشر. تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المهدية صباح اليوم الاثنين فتح غشتل جاري من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 25 سنة، وذلك الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة. وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى شاطئ المحمية الطبيعية سيدي بوغابة بضواحي مدينة القنيطرة. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على اين مدينة وقع هادشي، هادشي وقع في مدينة القنيطرة بالضبط حدا شاطئ المحمية الطبيعية سيدي بوغابة. وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى شاطئ المحمية الطبيعية سيدي بوغابة بضواحي مدينة القنيطرة، يعني ماشي في مدينة القنيطرة، بضواحي مدينة القنيطرة، ومكنت من ضبط المرشحين 5 للهجرة غير المشروعة، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية الهجرة السرية عبر المسالك البحرية. عملية البحث والتفتيش المنجزة بعين المكان وبغابات مجاورة أسفرت عن ضبط زورق بطاطي وثلاث أكياس هوائية ومحرك بحري، علاوة على 7 سترات للنجاة ووقود وكمية من الوقود البنزين المستعمل في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية الأمنية بالمهدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة التي ما فتأت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والتجار بالبشر. يعني كيف ما شاهدتوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، نعاود نذكر الناس ولا الناس اللي يلاه التحقوا بهذا البث المباشر، يعني توقيف 5 ديال الأشخاص يشتبهوا في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة. يعني 5 ديال الأشخاص وكاين
حطوا عندهم زورق مطاطي وسترات النجاة وبزاف ديال هاد الامور اللي كانت غتكون هي الوسيله ديالهم باش يقدروا انهم يهاجروا سريا. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هاد المباشر، كنشكركم على حسن المتابعه وحسن التفاعل ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. السلام عليكم.